بدأوا يتفاوضون عليها شؤون الحرمين، ويأخذون كميات كبيرة لتعطير الكعبة برشها وغسيلها بشكل مستمر. الورود عندي الحمد لله جميع الشتلات في المزرعتين تقريبا معادل 17,000 شتلة. تنتج الشتلة الوحدة يعني ما لها عدد معين، من سنة لسنة تختلف الشجرة الوحدة، بس بمعادل في الإجمالي الموسم كامل زي العام الماضي الحمد لله حصلنا تقريبا 4 مليون حبة وردة. بعد قطف الورود يجي الورد على المصنع هنا ينوزن، ونبدأ نحط الكمية المطلوبة اللي يحتاجها نفس القدر، تقريبا ما يعادل تقريبا من 20 لحد 18,000 حبة وردة قدر يشيل. يبدأ عملية التقطير تقريبا عملية كاملة تأخذ 8 ساعات. طيب الله الكل والعمل، طبعا انا ما يحق لي اتطيب من طيب الكعبه، من الكعبه احسن شيء افضل شيء في كل شيء. مزج ماء الورد بماء زمزم بدهن العود، وردك يا زارع الورد فتح ومال على العود، كل في ربيع الورد من بالجمال موعود. وردك يا زارع الورد فتح ومال على العود.